مرحبا. كل جمعة كتاب منه مجرد صفحة بتعرض فيديوهات، إنما هي حلم. حلم إنه يكون شي طبيعي بالمقهى أو بالباص في حد عم يقرأ. حلم إنه يكون شي عادي لما نلتقي ببعض نسأل بعضنا شو عم تقرأ هالأيام. حلم إنه كل شخص يكون في حد تخته كتاب ليقرأ فيه قبل ما ينام، تماشيا مع هدف الصفحة بنشر ثقافة المطالعة. بدعيك وبدعيك اليوم لتسجيل فيديو لتشاركوا فيه انطباعكم عن كتاب قرتوه مؤخرا. هالكتاب رح ينشر على الصفحة وأكيد رح يشجع حدا تاني يقرأ الكتاب. هيك كل شخص بينقل الشعر لإيد تانية لنضوي فيها بلادنا الحلوة. ناطر فيديوهاتكم ابتداء من الجمعة الجاية، وشكرا من القلب.